عمرك تتخيل ان منتخب شارك مره واحده قبل كده في اليورو يروح يكسبها في المره الثانيه؟ ده بالظبط اللي حصل مع منتخب اليونان في يورو 2004. معجزه فوز اليونان بيورو 2004 بتعتبر واحده من اكبر المفاجآت في تاريخ الكوره. اليونان في الوقت ده ما كانش عندهم نجوم صف اول، وصعدت قبل البطوله دي مره واحده بس. دخلت اليونان البطوله دي في مجموعه فيها البرتغال المضيف واسبانيا وروسيا. طبعا الكل قال اليونان كده كده حصلت المجموعه وهتخرج بدري بدري، ولكن تبدا اولى مفاجات اليورو وتكسب اليونان البرتغال في اول ماتش 2-1، وتعادلوا مع اسبانيا وخسروا من روسيا في الماتش التالي. يصعد منتخب اليونان ويلبس بعد كده في فرنسا بقياده زين الدين زيدان ومنتخب من نجوم العالم، وتستمر المفاجات وتكسب اليونان فرنسا وتصعد لنص النهائي وتعدي من نص النهائي وتوصل للفاينل عشان ترجع تاني تلعب البرتغال صاحبة الأرض وأول فريق لعبوه، ويرجع المنتخب اليوناني يقرر فوزه على البرتغال ويكسب النهائي عشان يكسب اليورو في مفاجأة ما كانش يتخيلها أكبر المتفائلين في اليونان. قصة عظيمة تانية في نفس البطولة دي، وهي قصة أوتو ريهاجل. ريهاجل هو مدرب المنتخب اليوناني وهو ألماني الجنسية. لك أن تتخيل المدرب اللي فشل مع بايرن ميونخ وجاي من فريق درجة تانية في ألمانيا يمسك المنتخب اليوناني ويحقق بيهم إعجاز تاريخي لحد دلوقتي كلنا بنتكلم عنه. ريهاجل إنجازه ده تسجل في التاريخ مش بس عشان المفاجأة، ولكن كمان بقى أول مدرب أجنبي في التاريخ يفوز ببطولة اليورو. ريهاجل كمان كان أكبر مدرب في التاريخ يفوز باليورو بسن 65 سنة. نخش بقى على اللي بعد كده، ويجي منتخب البرتغال يكرر نفس اللي عمله معاه المنتخب اليوناني ولكن مع فرنسا في 2016. اليونان خدت أول بطولة في تاريخها على حساب البرتغال في 2004 أصحاب الأرض. تسكت البرتغال؟ لا، راحت خدت اليورو في أول مرة في تاريخهم في 2016 على حساب فرنسا أصحاب الأرض. البطولة دي كانت غريبة جدا من أولها. البرتغال قدرت توصل للنهائي بعد ما كسبت ماتش واحد بس في 90 دقيقة وتعادلت في 6 ماتشات. في أول ماتش اتعادل المنتخب البرتغالي مع المنتخب الأيسلندي، وفي الماتش التاني تعادلوا مع منتخب النمسا، وفي الماتش التالت بالظبط كده اتعادلوا مع المجر. عشان يصعد المنتخب البرتغالي بالعافية كأحسن توالت ويلاعب كرواتيا، وينتهي الوقت الأصلي بالتعادل عشان يجي جون في الوقت القاتل من الشوط التاني الإضافي وتصعد البرتغال. في ربع النهائي قابل المنتخب البرتغالي منتخب بولندا. هل ممكن تتوقع معايا كده الماتش ده خلص ازاي؟ الله يفتح عليك، تعادل والبرتغال كسبت بضربات الترجيح. وسبحان الله تيجي المعجزة في قبل النهائي ويكسب المنتخب البرتغالي الماتش الوحيد ليه في 90 دقيقة على حساب ويلز عشان يوصل للنهائي ويخبط في منتخب فرنسا أصحاب الأرض. والكوارث تزيد أكتر على المنتخب البرتغالي ويتصاب كريستيانو في الشوط الأول ويخرج معيط عشان يوصل الفريقين للوقت الإضافي كالعادة، وبصاروخ من قدر يجيب هدف المكسب للبرتغال، ويتوج المنتخب البرتغالي بالبطولة اللي تقريبا كان هيودعها من دور المجموعات.